يعني ماشي امك هكذا فكره تحملها يعني ليش تعصب خذها اضحك. قالت انتم ما فيكم خير. يا والله ادري والله مقصرين يمه والله انا ما فيني خير كلش وان شاء الله ان شاء الله يصير فيني خير وكذا كذا. انت حمار انا حمارين ايش تبين بعد والله العظيم. يعني امك هذه تحملها يعني اضحك ليش تنرفز يعني اذا قالت لك كلمه اذا اسبتك او كذا او غلطت عليك تنرفز. مو واحد من ربع هذه عشان ترد عليه وحده بوحده وكذا وكذا وليش تخزني وخزيتك وعطيتني ذاك اليوم وانا مع امك هذه. يعني الانسان يتحمل من امه يتحمل من ابيه حتى لو تلفظ عليه مثل هذه الالفاظ يمشي شو المشكلة يعني؟ قالت امك والله انتم ما فيكم خير هذوليك احسن منكم. كل يوم ما احنا ما نكمل كل الناس احسن منا كل الناس احسن منا وحنا مقصرين وبنحاول ان شاء الله نصير مثلهم واحسن منهم ان شاء الله تعالى. لا هين ما انتم حولهم صادجة بس شو تخسر يعني. لازم تاخذ الامور بأريحية مش مع امك قاعد تجادلها لا وحطت علي خزتني كل ما يبلا شيء تقول لي مو حلو. خل تقول لك مو حلو شو المشكلة يعني. انت لا تصير حساس زيادة يعني فوت هذه ام